للمزيد عن هذا القرار اللي لفت نظرنا الحقيقة وإحنا بنتكلم عن الاقتصاد المصري ونتحدث عن خلاص إن شاء الله حوالي ساعة تقريبا على افتتاح المؤتمر الاقتصادي، هاتفيا ينضم إلينا الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا فندم. يا أهلا وسهلا، صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. عايز أبدأ مع حضرتك عند تصنيف ستاندرد أند بورز ووضعها لمصر في يعني أن مصر ثابتة في مستوى بي، نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، وكنت بقول أنه وارد أنه أي دولة تصنيفها الائتماني بيطلع أو بينزل، ده بيحصل طول الوقت يعني لظروف كثيرة جدا، بس خلينا نتكلم عن ده في أو هذا التصنيف المؤخر لستاندرد أند بورز في هذه الفترة الزمنية اللي بتشهد الحقيقة زحمة اقتصادية جامدة جدا وتأثيرات سلبية كثيرة على العالم كله. بداية برحب بحضرتك والسادة المشاهدين. هو حضرتك زي ما تفضلتي، يمكن هي المؤشرات الاقتصادية دايما بتبقى في حالة صعود وهبوط حسب التداعيات العالمية سواء سياسية أو اقتصادية. النهاردة الحمد لله بنقول شهادة ثقة متتالية، يعني يمكن مش أول مرة، يمكن ستاندرد أند بورز ده للمرة الثانية في خلال 22 تثبت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند دبل بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. يمكن هي كمان من الأهم من هذه الشهادة في هذا الوقت هي الأزمة العالمية اللي بيصدر، يعني اللي في نفس الوقت اللي تعاصر في هذا الوقت الأزمة العالمية الاقتصادية اللي خلفت آثار اقتصادية ألمت بدول العالم جميعا ولم تميز ما بين دولة متقدمة ودولة ناشئة. النهاردة بنشوف الدول المتقدمة وهي بتتراجع وبتحقق معدلات نمو أو بتحقق معدلات انكماش اللي هي بالسالب. الحمد لله مصر قادرة إلى اليوم النهاردة إن هي تتعامل مع مستجدات اللحظة اللي تداعياتها السياسية والاقتصادية، وبنقول في شكل إيجابي في التعامل مع آثار الأزمة. بقينا في عندنا فكرة المناورة أو الإمكانيات اللي في إمكانية لصانع القرار إن هو ينتقل ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية، أو في تناغم ما بين السياستين. يمكن هو دوت اللي مكن الاقتصاد المصري الى الان ان هو يحقق معدلات نمو ايجابيه، النمو الاحتوائي اللي احنا بنقول عليه اللي هو طال كافه القطاعات الاقتصاديه، لمصر قايمه على حزمه من القطاعات الاقتصاديه وليس قطاع منفرد بنفسه. كل هذه الامور طبعا مع اراده سياسيه بنقول ان احنا نحافظ على ما تحقق من مكتسبات في خلال 8 سنين، هي دوت يمكن الهدف اللي احنا بنسعى اليه. كنا بنقول عاوزين نبقى اكثر، لكن الظروف العالميه اصابت الدول الكبرى، احنا الحمد لله قادرين لحد النهارده ان احنا نتعامل مع مستجدات الازمه، فالشهاده في هذا الوقت اعتقد ان هي شهاده متميزه جدا وطبعا مع ومطمئنه يا دكتور، مطمئنه. يعني طبعا هي تدي ثقة للمؤسسات الدولية فينا، لكن هي كمان تطمننا، ما هو برضو الواحد مهما كان واثق من نفسه وعامل دراساته ومطمن، بس بيحب برضو يتأكد كل فترة انه صح، ماشي على الطريق الصح. يعني كمان يعني اكمل على كلام حضرتك، طبعا ان المؤسسات دي بتبقى متشدده جدا في تقاريرها. يمكن انا بتكلم على مؤسسات هي يعني مش ستاندرد اند بورز ومعاها فيتش ومعاها مودز وبيجي بعد كده البنك الدولي والصندوق الدولي، كل هذه المؤسسات تصنيفاتها دايما بتبقى متشدده، فالنهارده وفيها حياديه، فالنهارده دوت بيدينا مؤشر للداخل وللخارج، مؤشر للداخل ان احنا على الطريق الصحيح، اللي احنا التعب اللي احنا تعبناه في 8 سنين النهارده هو ده اللي بنجني ثماره في ظل ازمه عالميه، ان احنا بنحقق يعني في شهادات ثقة متتالية من مؤسسة التصنيف، طبعا ليها نظرة للعالم الخارجي طبعا في ظل مؤتمر اقتصادي ومؤتمر مناخ ان شاء الله ينعقد الشهر القادم، دي كلها طبعا يعني مبشرات بالوضع الاقتصادي المصري بما يمتلكه من مقومات لنجاح اي استثمارات، ولا ان احنا بنهدف فيه في الفترة الجاية ان تكون مصر سوق لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه في الداخل المصري. نعم باذن الله يا رب. دكتور محمد، سؤال مهم ممكن دلوقتي المواطن الكريم اللي بيتابعنا يقول لك طب ده شيء محترم جدا ان ستاندرد اند بورز وهي يعني وكاله تصنيف عالميه وزي ما حضرتك قلت متشدده جدا ومش سهل ان هي تدي اي ريتنجز او اي تصنيفات ايجابيه ومستقره، حلو قوي ان هي حطانا عند بي بي ونظره تفاؤليه مستقبليه مستقره للاقتصاد المصري، بس هو يعني ايه اكون عند تصنيف مستوى بي بي؟ ممكن حد يسال السؤال ده، فاستسمحك لو تشرح لنا ببساطه شديده. يعني هي مؤسسات التصنيف الدوليه اللي هي موجوده، يمكن هم يمكن في اكثر من مؤسسه، يمكن هم ثلاث مؤسسات اللي هم الاكثر انتشارا طبعا بيبقى ليها تصنيف من بي وسي واي، يعني التصنيف الائتماني هل الدوله الاعلى اي ثم بي ثم سي. نعم بالظبط كده طبعا، وبتقيم الدوله حسب قدرتها على السداد بالتزاماتها الماليه طبقا يعني الجداول الثمانيه اللي ليها. فالنهارده الحمد لله مصر لم تتخلف يوم في تزايد ما عليها من التزامات،
بالاضافه ان المعدلات مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري بقت فيها حاله من الثبات والايجابيه. يعني النهارده اللي يمكن احنا معدل النمو الاقتصادي اللي بيتحقق يوم بعد يوم بيفوق ما تم تقديره من قبل المؤسسات. ايه المؤشرات اللي ببص عليها دكتور محمد؟ انا مواطن وعايز اتابع الموقف الاقتصادي لمصر وابقى فاهم كده الدنيا بيحصل فيها ايه ومصر بتعمل ايه. ايه المؤشرات اللي ابص عليها؟ اول حاجه طبعا بيبص عليها دايما معدل النمو السنوي. ده معدل النمو السنوي دوت بيكون حصيله لمعدل النمو لكافه القطاعات الاقتصاديه. فالنهارده لو بنشوف معدل نمو ايجابي يعني كده المحصله بتاعتي ان اغلب القطاعات الاقتصاديه حتى ان كان في قطاع تضرر فالمجمل العام ان انا بتحقق النهارده تحصلت عن 6.4% معدل نمو ايجابي في العام الماضي اللي شفنا فيه دول العالم كلها بقت بتتراجع بمعدل انكماش وليس نمو. طبعا الحاجه الثانيه هل فرص التوظيف الموجوده النهارده في ازدياد ليها ولا بتقل؟ طبعا احنا النهارده في ظل ازمه كورونا وبعدها ازمه الروسيه الاوكرانيه وما خلفته من تداعيات اقتصاديه النهارده شفنا معدلات البطاله زادت على مستوى العالم. النهارده الامور بتقل يعني معدلات البطاله بتقل نتيجه طبعا النهج اللي اتخذته الدوله في المشروعات القوميه. يعني فتحت ما يزيد عن 5 مليون فرصه عمل للشباب المصري ده كله طبعا قلل هذا المعدل. النهارده هل في قدره لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه؟ احنا شفنا الدوله شغاله على هذا القطاع بشكل كبير جدا لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه وجذب التكنولوجيا وتوطينها داخل السوق المصري. نعم. يعني للعام الرابع او الخامس مصر بتتصدر الوجهات الجاذبه للاستثمار الاجنبي المباشر. بتكلم على الاستثمار الاجنبي المباشر اللي هو بيتكلم على جذب رؤوس اموال وتكنولوجيا لتوطين صناعات تكون فيها فرصه الصناعه، دعم الصناعه وزياده التصدير واستيعاب قوه بشريه للعمل. كل هذه طبعا مؤشرات بجانب طبعا الى انخفاض معدل الفقر، بجانب الى التنميه البشريه، مؤشرات التنميه البشريه، المؤشرات اللي بتصدر كل يوم ومصر بتتقدم فيها خطوه بخطوه. الثمان سنين اللي فاتت عاوزين نقول ان هم كانوا فارقين في تاريخ مصر. النهارده لما بتكلم على جمهوريه جديده هي النهارده جمهوريه جديده بالفعل. النهارده الحيز العمراني تضاعف خلال الثمان سنين، النهارده معدل البطاله قل النص في خلال الثمان سنين، النهارده التصنيع النهارده بقى عندنا رؤيه لزياده الصادرات والاعتماد على المكون المحلي. يا فندم لسه امبارح كنت بقول مع ضيف من ضيوفنا الكرام كده زي حضرتك ضيف كريم طبعا، انه لما حصلت ازمه كورونا في الجائحه الاولى اللي العالم كله وقف فيها قفل يعني تماما، يعني بعد ما طبعا في فتره كان لازم نقفل فيها عشان ده كانت يعني اجراءات احترازيه، بس الاول ما اتفتح الباب ما فيش مشروع واحد وقف، ما سمعناش ان في مشروع لا سكني ولا مشروع انتاجي ولا في، ما سمعناش ان في يعني مشروع واحد بس اتقال طب معلش بقى نقف عشان كورونا. فما هو دي برضو اثرت النهارده، لانه حضرتك بتقول معدل النمو النهارده بنقيسه بناء على حصيله السنه اللي فاتت كمان، فده برضو كان جزء من الاسباب اللي خلتنا الحمد لله محتفظين بمعدل نمو محترم. بالفعل هو النهارده الجهود اللي بذلت في خلال الازمتين العالميتين سواء ازمه كورونا او الازمه الروسيه الاوكرانيه وما خلفته في الازمتين من اثار سيئه جدا او سلبيه جدا على الاقتصاديات بصفه عامه، مصر قدرت ان هي تبقى في حاله من التناغم متابعه الاجراءات الاحترازيه والحفاظ على صحه المواطن، ويمكن فيها كان في نظره الابقاء على عجله الانتاج بدون ان تتضرر تضرر كبير. النهارده شفنا في لمحه انسانيه، يمكن شفنا اللي هي دعم الفئات الاولى بالرعايه من خلال فرض مظله اجتماعيه، شفنا الدعم العاملين العماله الغير منتظمه، يمكن دي اول مره كانت تحدث في تاريخ مصر، شفنا النهارده اعلانات متتاليه، يعني دي كلها على بتكلم احنا بنتكلم في حزم تقدر بالمليارات مئات المليارات من الجنيهات. النهارده كل حزمه من دي سواء رعايه صحيه او عماله غير منتظمه او دعم العلاوات مقدمه للعاملين بالدوله، كل هذه كل بند من دول بيتكلف مئات المليارات في ظل دوله بنقول ناشئه وبتسعى وبتحبو الى ان تصل الى مصاف الدول المتقدمه، فده كله ده كان عبء على الموازنه، لكن الدوله لم توفر جهد ان هي تحافظ على التوازن ما بين السياستين، النهوض بعجله الانتاج ولم تغفل طبعا القوى البشريه، يعني زي ما بنقول بننمي في الحجر بننمي في البشر، وهو دوت يمكن المعادله الصعبه اللي احنا قادرين النهارده من خلالها نحدث التوازن، يمكن المعادله الصعبه نعم. بكافه القطاعات ان احنا نحافظ على القوى البشريه ونحافظ على معدلات نمو ايجابيه. نعم. الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم.